1974. مركز سبيرز، اتصال من عمليات الصليب الأحمر. واسطة ميراندا صرصور، اجينا الأطفال اللي وحدة واقعة على راسها، بس ما في تفاصيل ثانية، غيرها مشيت. بدنا شنطة الأمبو وبلاك بودر وبعدها تتحرك. شباب واصلين لعندها، خليك انت عم تحكي معها بس هيك روقها. تجي نوصل شباب لعندها. بنت واقعة بقلب البيت، المريضة غيبة عن الوعي ووقعت على راسها. عم تسمعيني؟ معك الصليب الأحمر، طلع فيي. مش الحال، عم تسمعيني؟ قادرة تحكي؟ طيب بدك تقولي لي شو صار معك؟ بعد فحص المريضة تبين أنه بتعاني من وجع بالرقبة وبتنميل بإجريها. بقى هي برمة وحدة ما بتأذي لك رقبتك، لأنه ما هيك ما بعملها، أوكي؟ وقال ما فينا ما رح نواجهك. تم تثبيت كامل للمريضة على البورد، فأي تحريك غلط للمريضة معقول يسبب بشلل. المريضة أخذت أدوية للأعصاب ولهالسبب ترتخي عضلاتها، وبيربطوا لها إيديها المسعفين لحمايتها أكيد بعد موافقتها. Thank you.
لك الاكسجين بدمك منيح، ضغط قلبك منيح، الحمد لله. الوجع بس على رقبتي. دي عادة بنت عدمتي. داخت وقلبت عندها وجع برقبتها وجاية ما عم تحس فيه، ما عم فيها تحرك. بالمستشفى بتخضع لتصوير أشعة على الرقبة والظهر لا يعرفوا مدى خطورة الإصابة وبيقوموا بالمعالجة المناسبة. هاي المريضة بتعاني من نقص حاد في الكالسيوم والمغنيسيوم بيعمل لها حالة تقلص عضلي وبعض حالة غياب عن فقدان الوعي. اجى الأبل انه مريضة واقعة وعندها وجع برقبتها. انا صبت الراس والشيف عملت لها تروما اسسمنت، يعني صارت تدسلها من راسها لرقبتها لسلسلة ظهرة. بين في عنا تروما على النك، بين على النك، سو دغري وي كونسيدر انه نحط كولر. ساعتها كانت الديسيجن انه نحطها على السباين بورد مثل ما شفتوا. وكل الوقت على الطريق كنا عم نعمل ongoing assessment، اخذنا vitals، اخذنا البي بي، شفنا كابيتال ريفل، اخذ شفنا البيوبلز. لما عندنا شخص واقع او عنده حيلا اصابه من وراء وقعه، ضروري المسعفين يعرفوا اذا في سبب طبي خلى هيدا الشخص يوقع كرمال يقدروا يحلوا المشكلتين مع بعض، مش بس يشتغلوا على الاصابه. حمضة وداقة دعسة تركنا. مهمة طارقة بالحمراء واعية هي هلا؟ مريضة كبيرة بالعمر. هلا هي واعية بس منها كتير ريسبونسيف. وصلنا هلا معلومات إنه المريضة ما حاسة بضيق نفس ويمكن عاملة جلطة. بدي منك شغلة بليز، تفتحي لها كل شبابيك يلي بالأوضة، إذا في حدا عم بدخن حدا ما تخليه. بتحاول المسعفة بغرفة السمع تعطي توجيهات لأهل المريضة لتجرب تساعدهم لكانت وصلت السيارة. مش حال وصلت وصلت مثلا؟ Thank you.
كيفك ديتا؟ صليب الأحمر معك. هل تسمعيني؟ لا إذا عم تعاني خياتها لا تمام تحكي. لا إذا مش طبيعي يعني جاهزين. وبعد الفحص الأولي تبين أنه المريضة واعية بس ما عم بترد. بسبب غموض حالتها وعدم تجاوبها بفضل المسعفين يعملوا الفحص الثانوي على الطريق لتوصل بأسرع وقت على المستشفى. ما تخاف ما تخاف ما تخاف ما تخاف. مشغولة بحس ايدها هون مشغولة شوي. يعني مشغولة؟ يعني ما عم تقدر تحركها مأثر عليا. أحسن على الأكسجين؟ أحسن؟ بيفحصون العلامات الحيوية والسكري. ديتا رح شكك هلا أنا خليك سكري. إيه؟ هايبوغلاسيميا إيه؟ SpO2 98 Pulse 71. وتبين إنه عنده هايبوغلاسيميا يعني انخفاض بمعدل السكري. بس انه احنا كنت ما عم تحكي شكينا يكون في جلطة. اول شيء نحن بالسيارة اخذنا فحصنا السكري وفحصنا ضغط السكري كان نازل. خطورة هبوط السكري هي بفقدان الوعي. اول ما منحس برجفان بالقلب او منحس بعرق مسقع او منحس بهبوط بالضغط لازم نعطي دغري سكر او اشياء حلوة. وقتا منصير بفقدان الوعي لازم نتوجه للسالب الأحمر وننقل المصاب بأسرع وقت ممكن إلى المستشفى ليعطوا سكر بالمصر. شخص يلي بيعرف أنه ممكن يقشط معه السكري بحال حس حاله أنه عم بيعرق أو عم بيعصب أو عم بيضيع تركيزه لازم يلحق حاله بمشروب فيه سكر كرمال يتفادى أنه تسوق حالته ويمكن يغيب عن الوعي.
اتصال على وجه الصباح. غريب عن الوعي بس عم يتنفس، عمره 45 سنة بياخد أدوية الاكتئاب. مريض غريب عن الوعي وعم يتنفس بالطريقة الجديدة. جار المريض بيلاقي المسعفين على الطريق، بيدلهم على البيت طيوصلوا أسرع. نايم عم يتنفس بس كأنه فاضي وعي، هلا يفوت على الشمال. على اليمين؟ أي طابق؟ أول. ليش عنده أضرار؟ رئيس الفرقة بيحاول توعية المريض بالكبس على الوتاب بس ما بيستجيب. معين معين فتح عيونك، معك صليب الأحمر. عند وصول على سيارة الإسعاف بيوقف نفس المريض وبيبدأ المسعفين على الفور بالتنفس الاصطناعي بواسطة الـ AMBU bag. الرجال كان عن حدا غايب عن الوعي بالبيت، عنده بالبيت. ولما نادينا من فوق قال لي اطلع لعندي بسرعه، المريض عم بيروح نفسه. نسبه الاكسجين بدمه اقل من 40%.
نحن قمنا بالإسعافات اللازمة وعطيناه أكسجين على الأرض وحتى عطيناه نحن تنفس اصطناعي. توقف بالتنفس بيكون ناتج عن انسداد بمجرى الهواء أو بده يكون ناتج عن أشياء طبية بالرئة، بسيستم التنفس، بالدماغ، جلطة دماغية. وبكل الأحوال لازم نطلب الصليب الأحمر. توقف النفس بيؤدي بسرعة لتوقف بالقلب. المسعفين أولويتهم على الأرض يعطوا تنفس اصطناعي ليخلوا الأكسجين عم بيبرم بالجسم ويحافظوا على الدماغ. الأهل بهالحالة إذا بيعرفوا السبب يلي أدى لهيدا التوقف النفس يقولوا للمسعفين كرمال توصل هالمعلومة للمستشفى والحكيم يقدر يحل هالمشكلة الأساسية.